مسألة أيضا مرتبطة بالجانب المالي. في التوقيت الحالي يصعب علينا أن نؤمن المبلغ الكبير الذي يتطلبه فيلم كهذا، لأنك إذا طلبت مخرج كبير لازم يكون المخرج هذا يطلب إمكانيات كبيرة، تطلب تقنيات عالية في التصوير، تصوير معارك، يعني أشياء مثل هذه كلها تتطلب. لهذا فلا نريد نستعجل في هذا الأمر، ولكننا نعمل على تأمين الشروط اللازمة، ونحن أكثر إيماناً بأهمية أن نرى فيلم لهذه الشخصية الكبيرة، الشخصية في الحقيقة التي نعتز